السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بكل الشباب وأهلا بكل المتابعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الشنكار وإزاي نقدر نعمل شنكار بطريقة بسيطة جدا وغير مكلفة. الشنكار ده طبعا من الأدوات اللي بنقيس بيها ونعلم بيها على الخشب، وكلنا بنستعمل الشنكار، وإن ما كانش بالشكل ده بيبقى بأشكال مختلفة. يعني معظمنا ممكن في الغالب بنستخدم خشبة ومسمار بالمنظر ده كده، وبعدين بنعلم بيها، تمام كده، ده يعتبر شنكار. في ناس ممكن تستعمل المتر، يعني في ناس بتجيب المتر كده تبدأ تقيس تظبط وتشد، تظبط القلم الرصاص وتشد بالمنظر ده كده، فده يعتبر شنكار. يبقى احنا كده كده بنستعمل الشنكار ولكن بيختلف شكله. فايه المانع ان احنا نعمل النهارده شنكار بسيط جدا وغير مكلف؟ الشنكار اللي قدامنا ده انا شفته في احد المواقع ثمنه حوالي 10 دولار، وهو طبعا سعره مبالغ فيه قوي، في حين ان هو يعني ما يتكلفش اقل من مثلا نص دولار. تعال مع بعض نشوف هنعمله ازاي بطريقة سهلة جدا وغير مكلفة. خليكم معايا يا شباب. هنحتاج عشان نعمل الشنكار اول حاجة عايزين مسطرة معدنية بالشكل ده، سواء كانت صغيرة او كبيرة تختار الطول اللي انت عايزه. هنحتاج قطعة خشب بعد ما نكون قسمناها نصين بالمنظر ده، تمام. وهنحتاج مسمار، يعني بورما يكون في الاخر فيه كيرف دوران زي ده كده. دي الادوات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل الشنكار. هنبدأ في البداية نجيب قطعة الخشب ديت، وهبدأ احط المسطرة في النص كده، واخد علامة هنا وعلامة هنا، اخد عرض المسطرة وابدأ باستخدام الزاوية عشان تطلع طبعا زاوية قايمة. هبدأ اعلم على الخط اللي انا شديته، بالمنظر ده هبدأ الجزء ده باستخدام الازميل، هبدأ انزل بيه لتحت يدوبك بس قد السمك بتاع المسطرة، هيبقى يدوبك هنا هنزل بيه قد سمك المسطرة بس. خلينا نشوف مع بعض. بعد ما اكلت الخشب بالسمك بتاع المسطرة يبقى بالمنظر ده كده، تمام، تبقى المسطرة تتحرك بحرية. هبدأ اجي في النص هنا بالظبط واعمل ثقب علشان ادخل المسمار الالوظ. طبعا نخلي بالنا ان الريشة اللي هنخرم بيها او البنطة اللي هنخرم بيها يكون مقاسها اصغر شوية من المسمار علشان يقدر المسمار يدخل والسن بتاعه يمسك في الخشب، تمام. يكون الثقب بتاعي طبعا عمودي، طبعا لازم تتأكد ان طول المسمار يكون هيعدي عن الخشب، ما يكونش قصير كده، لازم يكون بيعدي عن الخشب بحوالي مثلا ملي 2 ملي عشان يمسك على المسطرة. بعد كده ابدأ اجيب المسطرة بتاعتي، وهنا عند بداية اول ملي ابدأ اعمل ثقب. وياريت وانت بتشتري المسطرة المعدنية ياريت لو لقيت الحاجات دي او السنتيات دي مفحورة جواها بيكون افضل، لان بالطباعة دي مطبوعة، بالطباعة بالاستعمال بتروح، فالهي لو مفحورة جوا المعدن بيكون افضل، تمام. هاجي هنا عند الملي اول ملي هنا بالظبط وابدأ اعمل بس علام كده علشان اعمل فيه ثقب، تمام. ما يكونش الثقب كبير، يكون الثقب يا دوبك بس يكون الثقب يا دوبك بس قد القلم الرصاص بتاعك عشان تعلم بيه، تمام. بعد كده اجيب الغيره احط نقطه غيره في الجنب ده وفي الجنب التاني بالمنظر ده عشان اثبت الجزء العلوي من قطعه الخشب. ممكن اسيبها كده، وممكن بدباسة الخشب اديها مسمارين بحيث تكون ثبتت خلاص واقدر اشتغل. بعد كده بعد ما اقفل الغيره وبقت قطعه واحده هبدا باستخدام الراوتر اشطف الاطراف دي كلها بحيث يبقى شكله ظريف يعني.
بعد كده أبدأ أدخل المسطرة اهيت، وأبدأ أربط المسمار بتاعي. مسمار طويل شوية طبعا، أنا عامل قطعة خشب كبيرة بحيث وأنت شغال يعني تظبط معاك أكتر، تكون ماشي على السطح بتاع الخشب تكون أظبط يعني. أصبح عندي الشنكار بالمنظر ده كده جاهز كده متحرك، احنا بثبته ثبته كده خلاص أصبح ثابت كده كده. احنا ظبطناه على 6 سنتي أهو، تحط الشنكار نحط القلم. طبعا الميزة في الشنكار إن هو إن أنت بتقدر تشد كمان بالقلم رصاص. دلوقتي لو غيرنا المقاس اهو شغال زي الفل. الشنكار العادي اللي هو زي هو ده ما فيهوش طبعا مسمار، فيه بقى ما فيهوش قصدي قلم رصاص، فيه مسمار هنا فبيعمل خربوش او كحت جوه الخشب بالمنظر ده كده، فبتضطر تعيد مرتين ثلاثه بحيث يبين، وبعد كده تبدا ترجع تعيد عليه تاني بالقلم الرصاص. لكن متهيألي ان ده افضل، بيتيح ليك استخدامه على طول بالقلم الرصاص. وعشان نكون منصفين، الفكرة طبعا مش بتاعتي، انا شفتها في احد المواقع فعجبتني بصراحة، وحسيت ان هي ابسط فكرة للشنكار واللي ممكن اي حد يقدر ينفذها بسهولة وغير مكلفة تماما. فارجو اذا كانت في استفادة من الفيديو ده تدعيلي بالتوفيق والجزا الله خير، ويا ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونشوف الفيديوهات السابقة. وشكرا ليكم يا شباب، ومع السلامة.